طب يوسف، كان معانا يعني كنا بنتكلم في الانترو، كان معانا برضو خبر بيقول ان اتحاد الكرة دلوقتي بيناقش بعض القرارات، او يعني احتمال ياخد هذا القرار ان ما يعني بنهاية الموسم هتنتهي عقود اللاعبين. يعني المفروض مثلا اللعيب اللي عقده هينتهي في مايو ده مش هينتهي، لا هو هيكمل مع النادي بتاعه لحد انتهاء الموسم، واتحاد الكرة هيخاطب الفيفا في هذا القرار. رأيك ايه في مناقشة هذا القرار او طرحه اصلا؟ والله انا شايف ان الموضوع ده بيرجعنا، يعني شايف ان هو موضوع فرعي بيرجعنا بقى للموضوع الاساسي اللي احنا محتاجين بقى لنا 10 سنين نتكلم فيه. مصر بشكل عام مرت بفتره صعبه جدا ما بين 2011 لحد 2013، كان في عدم استقرار في البلد، فطبيعي كان ينعكس على كره القدم. النشاط الرياضي حصل فيه مشاكل واتلغى الهبوط فتره، وبعد كده عدد انديه الدوري زاد، لكن الحمد لله بعد 2013 البلد استقرت. فكان من المنطقي ان النشاط الرياضي يستقر. بس كان عندك كورونا 2019. بس احنا ما بين 2013 2019 لحد قبل الكورونا فضلنا برضه في نغمه الموسم الاستثنائي. كلمه موسم استثنائي دي بدات في 2011 بسبب الاحداث اللي حصلت، وبعد كده فضلت تتكرر من 2011 لحد النهارده، ومش عارفين بعد 10 سنين امتى هيخلص الموسم الاستثنائي. الدوري المصري طول عمره بيتلعب ب14 ثم 16 فريق. جينا احنا وصلنا ل22 ثم مجموعتين ثم 20 ثم 18، وكل سنه بنلاقي نفسنا عندنا مؤجلات وعندنا ماتشات كتير، ضغط مباريات في الاخر بيعاني منه الانديه زي الاهلي والزمالك تحديدا علشان المشاركات الافريقيه. فاحنا اثبتنا على مدار 10 سنين ان احنا ما نقدرش نلعب دوري ب 18 فريق او ب 20 فريق. نرجع الدوري 16 فريق زي ما كان، نلعب موسم يبدا وينتهي مع كل دول العالم ما بتلعب كوره في الميعاد الطبيعي، ونتلاشى اصلا فكره ان احنا نكون عندنا مواعيد استثنائيه في بدء ونهايه مسابقه الدوري العام، فنبتدي نرجع تاني لسؤال عقود اللعيبه وانتهائها بالنسبه للفيفا في 30/6 وانتهائها بالنسبه لمصر في وقت الله اعلم هو امتى، على حسب الدوري يخلص بتاعنا امتى. يعني انت بتؤيد مناقشه القرار وان احنا بؤيد مناقشه القرار عشان حتى نضمن كحل مؤقت، كحل مؤقت، لكن اعتقد ان المشكله محتاجه تتحل من جذورها، ان احنا نرجع نخلي النظام الرياضي عندنا شبه النظام الرياضي بتاع الفيفا، فما نلاقيش ان في مشكله ما بين الطرفين اصلا محتاجه حل.